أهلاً، السلام عليكم. أفضل طريقة لإقناع العميل بتصميم الشعار بعد الانتهاء منه هي عرض تطبيقات الشعار لمنحه فكرة وتصوراً واقعياً لاستخداماته. وهنا سأعرض طريقة سهلة وبسيطة لعمل تطبيقات الشعار باستخدام خاصية الموكابس. أولاً، نضع صورة التطبيق الذي سنعمل عليه وننقل الشعار المراد التطبيق عليه. من المهم جدا أن تكون طبقة الشعار أعلى الصورة، وفي حال كانت في الأسفل ننقر يمين الفأرة Arrange Bring to Front. الآن نقوم بتحديد الصورة والشعار معا وننقر قائمة Object Mockup Make. الآن يمكننا تحريك الشعار وتدويره، وللحصول على نتائج أفضل نقوم بإظهار خاصية Transparency في قائمة Window، ونقوم بالتحكم في Blending Mode و Opacity. نستطيع تطبيق هذه الخاصية في العديد من الصور والتطبيقات، وبهذه الطريقة نقوم بخلق تصور واقعي لاستخدامات الشعار، ويستطيع العميل تخيل التطبيقات قبل الاستخدام الواقعي. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء.